بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اللقاء الثاني في دروسنا العلمية في هذا المسجد المبارك، وفي لقاءين متتابعين إن شاء الله تعالى سنفسر قول الله جل وعلا في سورة البقرة: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا وتتخذونا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إلى آخر الآيات. وتأصيلا للمسألة نقول إنه كان في بني إسرائيل رجل ذو مال، ثم أراد أحد قرابته أن يرثه وينتظر وفاته، فكأن هذا الوارث استبطأ موت قريبه فقتله ثم ألقى به في إحدى السكك، فتنازع الناس فيه وكل يدعي جهله بمن قتله، وأصبح الأمر يتدافع بينهم. فقال بعضهم لبعض: كيف نختصم وفينا نبي الله، يعني موسى؟ فذهبوا إليه عليه السلام فأخبروه الخبر، فقال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فتعجبوا من جوابه هذا مع طلبهم أن يعرف من البريء من القاتل، ولو سلموا وأذعنوا لعلموا حقيقة الأمر، لكنه غلب عليهم التعنت ونوع من المجادلة مع الأنبياء، مع أنهم كانوا مؤمنين بموسى. هذا شق. على الشق الآخر، كان أحد الصالحين لديه عجل بقر، عجلة لتوها قد ولدت، فلما شعر بدنو الأجل قال: اللهم إني أستودعك هذه العجلة لابني. ثم قبض مات، فنشأ الفتى بارا بأمه، أعظم البر، حتى ورد أنه كان يقسم ليله أثلاثا، حينا ينام وحينا يصلي وحينا عند قدمي أمه. فكانت البقرة هذه التي لا تحرث أصبحت كالمتوحشة، حتى دل بني إسرائيل عليها كما سيأتي، فشروها من هذا الغلام بثمن كبير لبره بأمه. فقول الله جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذا أيها المبارك متأخر معنى متقدم تلاوة، أعيد، هذا ماذا؟ متأخر معنى متقدم تلاوة، لأنه متعلق بما بعده: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها، بعض ماذا؟ بعض البقرة، مع أن قصة البقرة قدمت، وهذا قلنا مما هو متأخر متقدم لفظا متأخر معنى بالنسبة للأول، وفي الثاني متقدم معنى متأخر لفظا. فقول الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قدموا على نبي الله يخبرونه بالأمر، وبأن هناك تدافع بينهم في معرفة القاتل،
فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فلو عمدوا إلى أي بقرة فذبحوها لانتهى التكليف، لكن العنة غلب عليهم فأخذوا يجادلون نبي الله. ومن هنا تعلم أن من أسباب إيراد هذه القصة في القرآن تعليم هذه الأمة كيف تتعامل مع أوامر الله ونهيه، وأن الحال فيها أن يكون حال استجابة. وهذه الأمة ساد الصحابة منها بأنهم كانوا يستجيبون لنبينا صلى الله عليه وسلم. ومن القرائن على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج عام الحديبية محرما إلى مكة وأدركته صلاة الظهر، فلما صلى حاول أهل الإشراك يومئذ بقيادة خالد أن يغزوهم، فقال بعضهم لبعض أي كفار قريش ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من كذا وكذا، يريدون صلاة العصر، فأنزل الله صلاة الخوف هيئتها وكيفيتها بين صلاتي الظهر والعصر والنبي في مسيرته إلى الحديبية. فأراد النبي عليه السلام أن يغير الطريق، فقال له رجل من أسلم أنا أدلك يا رسول الله، فدله على جبال وعرة وحرار، وشق ذلك على الصحابة لكنهم تبعا لنبيهم مضوا. فلما مضوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا نستغفر الله ونتوب إليه، فقالوها ولم يترددوا، فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر، والله إنها للكلمة التي قيلت لقوم موسى فلم يجيبوا، لأن موسى قال لقومه وقولوا حطة لكنهم لم يقبلوا. فهذا يدل على فضل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على غيرهم من أصحاب النبيين. قال الله هنا وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا، أي ما العلاقة ما بين مقتول يعرف من قاتله وما بين بقرة تذبح؟ فقال عليه السلام كما أخبر الله عنه قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فاستجار بالله أن يكون من الجاهلين. والجهل يقع في لغة العرب أولا على ضربين، يقع بما يتعلق بالمعرفة، يقع بما يتعلق بالمعرفة، ويقع بمعنى ضد الحلم، ضد الحلم أي سرعة الغضب. قال عمرو بن كلثوم ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، أي من يأتي ويغضبنا نغضب أكثر مما يريده منا، ومن ينتهك لنا حرمة ننتهك له حرمات. فالجهل في لغة عمرو هنا وهو من فصحاء العرب من شعراء المعلقات بمعنى عدم الحلم، ويؤيده قول النابغة الجعدي رضي الله عنه وهو صحابي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته أبو ليلى، فتذكر أياما قد سلفت وسنين قد سبقت، ندماي عند المنذر بن محرق أرى منهم اليوم جانب الأرض مقفرة، إلى أن قال والنبي يسمع قال ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدر. فقال له عليه الصلاة والسلام لا يفضض الله فاك. فعاش 140 سنة لم تسقط له سن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. هذا معنى الجهل بمعنى الحلم. الشق الآخر الجهل المتعلق بالمعرفة، وينقسم إلى أقسام 3. القسم الأول خلو النفس من العلم، خلو النفس من العلم وهو الأصل، خلو النفس من العلم وهو الأصل. الحالة الثانية اعتقاد الشيء على غير حقيقته، اعتقاد الشيء على غير حقيقته. الحالة الثالثة فعل الشيء بغير ما يلائم حاله بصرف النظر عن الاعتقاد. والذي أراده موسى هنا الثالث، وهو أنه يتعوذ بالله أن يجعل من الدين الذي هو الأصل فيه التعظيم أن يجعله موطنا للهزء والمزاح. ومما شاع في الناس أن بعضا منهم ممن رق دينه يتخذ من الآيات ومن الأحاديث مواطن
للسخرية أو للاستهزاء أو للمزاح، وهذا لا يليق بمؤمن أن يصنعه. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. فبدأوا بالسن، بدأوا بماذا؟ بالسن. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. الفارض هي التي حملت بطونا عدة حتى فرض سنها، والبكر في إناث بني آدم أو في بناء إناث البهائم ما لم تؤتى. فهو يقول عن هذه البقرة عليه السلام كما أخبر الله في كتابه: لا فارض، ليست مسنة هرمة، ولا بكر، أي أنها طرقت من قبل غيرها أي من الفحل، عوان بين ذلك أي أنها نصف، حملت بطنا أو بطنين. إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. أخذ منه بعض الأصوليين على أن الأمر يقتضي الوجوب والفورية لا على التراخي، والأصل والظاهر عندنا أن الأمر يختلف من حال إلى حال. فهذا سؤال عن سن البقرة، لم يقبلوا بهذا، زادوا يسألون، قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. في الأول سألوا عن ماذا؟ عن السن، فعادوا فسألوا عن اللون حتى يميزوها عن غيرها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال بعض أهل العلم إن صفراء هنا بمعنى سوداء، وهذا لا يستقيم، يستقيم في الإبل نعم، لكن لا يستقيم في البقر ولا يناسب السياق القرآني. ولماذا قلنا إنه لا يناسب السياق القرآني؟ لأن الله قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء، ماذا بعد صفراء؟ فاقع. والعرب تقول في كلامها، تقول: أسود حالك، وأبيض ناصع، وأخضر ناضر، وأحمر قان، وأصفر فاقع. فلما قال الله هنا إنها بقرة صفراء فاقع لونها، عرفنا أن المراد الصفرة نفسها وليس لونا آخر. إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هل تسر الناظرين عائد على البقرة أو على اللون؟ عائد على البقرة حال كونها صفراء. لو قال جل ذكره يسر الناظرين أصبح المعنى أن اللون الأصفر مرغوب على كل حال، لكن لما قال جل ذكره فاقع لونها تسر الناظرين أصبح المعنى أن اللون الأصفر يرغب في لون البقر. واضح؟ ولهذا الثياب أجملها البيض. قال عليه الصلاة والسلام: خير لباسكم وكفنوا فيها موتاكم. واللباس الأحمر كانت العرب تشرف به. قال المتنبي: من الجآذر في زي الأعاريب، حمر الحلى والمطايا والجلابيب، حسن الحضارة مجلوب بتطرية، وفي البداوة حسن غير مجلوب. والمقصود أنه أثنى على اللون الأحمر. والصحابي الجليل يقول: خرجت في ليلة أضحيان، أي ليلة القمر فيها مكتمل، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء. فالمراد أن الألوان تختلف بحسب الشيء الذي يراد تزيينه به لا على إطلاقه. قال ربنا: إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. والمسرة لذة في القلب لحصول نفع أو توقعه. ما المسرة؟ لذة في القلب لحصول شيء أو توقعه. تسر الناظرين، قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. في قولهم كما أخبر الله عنهم وإنا إن شاء الله لمهتدون، هذا يدل على أن العنة عندهم بدأ ينزل، وبدأوا يشعرون بأنهم
ما كان ينبغي لهم أن يجادلوا نبي الله إلى هذا الحد، ولهذا تأدبوا عن حالهم الأولى وقالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون، وقد سألوا في الأول عن سنها ثم سألوا في الثانية عن لونها، بقي في الثالثة يسألون عاملة هي أم سائمة، عاملة هي أم سائمة. قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. نأخذ الآية من أولها، قال إنه يقول أي رب العالمين عن طريق الوحي عن طريق الملائكة إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، أي غير مذللة لم تريض على العمل، تثير الأرض أي تقلبها، لأن ما الحرث؟ قلب الأرض، والله يقول وأثاروا الأرض وعمروها، أثاروا الأرض أي زرعوها وعمروها أي جعلوا عليها بنيانا. فقال جل وعلا هنا إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، أي لا تثير الأرض، غير مذللة، والمعنى أنها لم يكن منها حرث للأرض، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، فهي ليست من مما يحرث عليه، وليست من النواضح مما يسقى عليه الماء، فليست لحرث زرع ولا لدر ضرع. قال ربنا جل ولا لسقي زرع، قال ربنا إنها ذلول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أي ليست من السواني التي يحمل عليها الماء. ولهذا قلنا في أول اللقاء إنها كانت محفوظة، استودعها ذلك العبد الصالح عند الله من أجل من؟ من أجل ابنه. وإن الله إذا استودع شيئا أجيبوا حفظه، إن الله إذا استودع شيئا حفظه. والله قال في حق يوسف يعقوب عن ابنه بنيامين بعد أن سلمه لأبنائه قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وأعظم ما يستودعه المرء ربه دينه، وأعظم ما يستودعه المرء ربه دينه، ومن حفظ الله عليه دينه حتى يلقى الله فقد أتم الله عليه النعمة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهذه البقرة حفظت بحفظ الله من أجل الغلام. قال الله جل وعلا هنا لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. مسلمة للعلماء قولان، قال بعضهم مسلمة من العيوب، وقال بعضهم مسلمة من العمل. فإذا جئنا نرجح أي القولين أصوب نختار الأول. لماذا نختار الأول؟ لأننا لو قلنا بالثاني مسلمة من العمل فأصبح في قول الله إعادة وتأكيد، وإذا قلنا مسلمة من العيوب أصبح هناك زيادة لا إفادة وتأسيس لا تأكيد. وفي قواعد اللغة حمل الكلام على أنه تأسيس أولى من حمله على أنه تأكيد، وحمل الكلام على أنه إفادة أولى من حمله على أنه إعادة. وكلام الله يحمل على أرفع المقامات في البلاغة. فقول الله جل وعلا مسلمة أي من العيوب، لا شية فيها أي لا لون فيها يزيد على لونها الأصفر الذي ذكر آنفا. مسلمة لا شية فيها أي لا لون آخر للونها. قالوا أي بنو إسرائيل الآن جئت بالحق. الحق هنا في هذه الآية
ليس بمعنى ضد الباطل، لأنه لا يعقل أنهم مؤمنون ويتهمون نبيهم بأنه يأتي بالباطل، هذا كفر. لكن الحق هنا إتيان الأمر على وجهه، أي أنك أوضحت الأمر وبينته فلم يبق لنا عذر، الآن جئت بالحق. ولهذا قال الله بعدها: فذبحوها، بعد أن اشتروها من ذلكم الغلام، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وكاد فعل من أفعال المقاربة، يعمل عمل كان وأخواتها عند النحويين، وهو إذا أثبت يفيد النفي، وإذا نفي يفيد أجيب يفيد الإثبات. تقول: كدت أن أشرب الماء، الآن لا يوجد نفي، هل شربت الماء؟ لا. ولو قلت بعد أن حصلت على الماء بمشقة وشربته لم أكد أن أشرب الماء، شربته أو لم تشربه؟ شربته. فقال ربنا هنا: فذبحوها وما كادوا يفعلون. ما بقي من الآيات إن شاء الله في اللقاء الذي بعده. هذا والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.